خلينا نفتكر جزء من الأجزاء اللي كانت مؤثرة على الأقل بالنسبة لي جدا، لما كنت متخيلة طبعا ولأني مش في مكانها، كنت متخيلة إن هي وهما منزلينها بالونش من فوق إن هي كانت في غاية الرعب والذعر وكره حياتها وكره نفسها، لأنه دي واحدة في ونش تحت وهي عمالة تتمرجح. وسألت السؤال من المنطلق بتاعي، لقيت الإجابة تانية خالص، لقيت إن هي قالت لي أنا كنت مبسوطة قوي. طبعا أول خطوة يعني، وبرضو دي كانت صدمة إنسانية إنه هي قالت لي ما كانش عندها أمل في الحياة، أول مرة تشوف الشارع أول مرة تشوف الشارع من سنين. الواحد كل شوية بيفهم إنه بدون الاقتراب ما إحنا ما بنبقاش فاهمين قوي من غير ما نقرب قوي. خلينا نشوف المقطع ده لو معانا. خلي بالك يا جماعه المصوره، يا جماعه المصوره، يا جماعه المصوره، يا جماعه. لما جم ينزلوكي من في اسكندريه، لما ينزلوكي من العماره، كنت بتفرج وقاعده مرعوبه. كنت خايفه بجد؟ خالص. يعني كنت فرحانه وانت متعلقه كده؟ كنت فرحانه ليه يا ايمان؟ انك هتتعالجي وانك بتشوفي الهوا والناس انت كنت متضايقه وانت في الاوضه لوحدك، في الشقه لوحدك، يعني قاعده في الشقه على طول. ماما كانت معانا بس كنتي... بس كنت بتبقي قاعده مش بتعملي حاجه وبتبقي تعبانه مش كده؟